الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأفضل في الندب إخفاؤه إلا لمصلحة خالصة أو راجحة. الأفضل في المندوبات إخفاؤها إلا لمصلحة خالصة أو راجحة، لأن الندب تعبد زائد على الواجب، والأفضل في مثل هذه التعبدات الزائدة على الواجبات أن يستخفي بها العبد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته، لأنها من جملة المندوبات إلا المكتوبة. ويقول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا كلما كان المندوب أخفى عن أعين الناس كلما كان أوقع في تحقيق مقصود الشارع من توفر الإخلاص وجمعية القلب عليه. إلا إذا كان في الإخراج مصلحة ترجى، إما لموافقة الدليل بأن الشارع شرع ذلك المندوب جهرا كصلاة التراويح، أو إذا كان ثمة مصلحة ترجى كتعليم أو تأليف. فإذا كان في إخراج المندوب مصلحة ترجى أو دليل دل فحينئذ تخرجه، وإلا فالأصل أن تستخفي بالمندوبات.